نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نطيب الحوت في اللاطا بالطريقه ديالي. خديت هاد الحوته هادي، المهم خديت هاد الحوته سلتها وقديتها، خليتها حتى تسقطرات من هذاك الماء، ودابا غادي نرقدها في لاصوص ديالها. ناخذ البانيو اللي غندير فيه العطريه الرقم شويه. المهم اول حاجه عندي الكمون، خرقوم، الابزار، فلفله حمراء، الملح، سكنجبير. هنا عندي الهريسه درت غير شويه لانها حاره بزاف، لهذا غنستعمل غير شويه منها صافي باش ما يجينيش حار بزاف. غادي نحتاج ربيع، غنحتاج ثومه بعد ما طحنتها بعد ما حكيتها. هو عندي هنايا معلقه ونص ديال الحامض معصر، وغادي نحتاج الزيت، غادي نخوي الزيت هنايا. غادي نزيد واحد شويه ديال الماء باش هاد لاصوص تهجم مع بعضيات. ها هي لاصوص واجده عندنا. ناخذ الحوطه هي هادي، هذا نعمر هذاك لاصوص لي درت. عفوا قبل ما نعمرها غاديا ندير واحد الشرائح هنا باش تدخل ليهم العطريه مزيان بهذا الشكل هذا باش العطريه تدخل عندي لداخل ديالها. نحاول نعمرها بالعطريه باش تجي جديده، ثم تعرفوا الحوت هو لاصوص اللي كدير فيه سيغتو هذا الكبير. نرقدت على هذا الشكل، هذا نخليها شويه تشرب العطريه ديالها. نمشي دابا نوجد الخضره باش نديرها فيها. المهم هي الحوت ديالنا رقدتها، نخليها دابا تشرب شويه العطريه. بعد ما خليت
هذيك الحوته ترقدات في ديك لاصوص ديالها. جبت لاطه ديال الفران، وغادي ندير دابا الخضيره اللي عندي. اول حاجه نديرها هي نفرش البصله الخضره، كتبقى على حسب الاختيار، كل واحد اش يدير اشنو اللي تيعجبو. يعني الا كانوا الناس كتار ضروري غتحتاجي شويه كميه كبيره، كانوا مش الناس كتار غتحتاجي داكشي اللي يقدر يكفيك. هنا غندير الفلفله، وغادي ندير مطيشه بالطريقه هذه. قبل ما ندير الحوته ديالي اللي عندي، هنايا غادي نجيب هذيك لاصوص اللي بقات عندنا بعد ما زدت فيها معلقه ديال مطيشه الحك صوص طوماط. غادي نحركها مزيان، زدت فيها شويه الماء، المهم نخلط هذاك الصوص مع ديك المطيشه حتى دير مزيان. وغادي نديرها فوق هاد الخضره اللي عندنا. المهم بهذه الطريقة هذه. بحال هكا غادي نجيب الحوتة وغادي نديرها في هاد اللاطة، غنزيد شوية ديال الماء فين طيب هاديك الخضرة وطيب هاديك الحوتة. دابا غادي نخشيها في الفران. المهم غنحتاج فلفله تسمين، دير فلفله حاره، وغندير طريفات ديال الحامض بالشكل هذا. غادي نخوي شويه الماء دابا فيها ونخليكم باش تشوفوا معايا الشكل النهائي. ما ننساش الزيتون، ندير الزيتون حتى هو. ندير شوية الزيتون فيه بهذا الشكل هذا. الحوت ديالنا بعد ما وجد ها هو طلع على هذا الشكل هذا، خليته حتى ضابط مزيان. هيا دابا وجدتها، تنحطها حطيتها في الطبيسيل هذا، واخا شويه جا صغير عليها. رافقت معاه هنايا العدس، درت العدس غادي نخوي في زليفات بحال هكا مرافق ليه، ودرت الفريت حتى هو نحطه في الطبيسيلات، ودرت صوص طوماط. كيف ما كتعرفوا الحوت تيكون شويه ناشف كيبغيش حاجه اللي تفزو، فدرت هاد صوص طوماط. بالنسبة للناس اللي غيدخلوا عندي أول مرة، ما تنسوش تابوناو معايا، فعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد،
ولايك ثم لايك لايك لايك. شكرا لكم بزاف، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.